بسم الله الرحمن الرحيم. فكعادة نادي رحال وملعب رحال ديما كيحتضن مثل هذه المبادرات الإنسانية، خاصة هذا حفل تأبيني اللي غادي يضم واحد الحفل تأبيني ومقابلة ما بين اللاعبين الدوليين الوداد والرجاء ضد الصحفيين الرياضيين الأصدقاء ديال الراحل شكري العلاوي الله يرحمه. شكري العلاوي اللي هو ولد المدينة القديمة، ولد شارع الزراوي اللي كيتواجد فيه ملعب رحال، انسان اللي كنعرفوه من الصغر ديالنا. بالنسبه للاحترافيه ديالو والمصداقيه ديالو في الميدان الصحفي فلا احد يجادل، فكاع البرامج اللي قام بها كانت ناجحه. هو اللي دخل الكالشيو البطوله الايطاليه للديور ديال المغاربه، هو اللي دخل البطوله الامريكيه كره السله الام بي اي للديور ديال المغاربه، حتى من الصيد البحري داروا ونجح ليه البرنامج. هذا ان دل على شيء فان ما يدل على الاحترافيه ديالو. ثانيا شكري كانسان، انسان اللي ديما مبتسم، انسان اللي قلبه بيض، اللي كيبغي الخير للجميع واللي كيحبوا الجميع، انسان اللي كان هو رجاوي وعنده علاقه مع جميع اللاعبين الوداديين والجمهور الودادي وكل شيء كيحترمه. انسان اللي كان ديما بشوش، عزيز عليه الضحك، عزيز عليه البسط، واللي الحمد لله خلى الوداد ديالو واحد السمعه طيبه. فالله يرحمه، الله يوصلنا ليه مسلمين، الله يغفر لنا ليه والوالدين ديالنا، والله يحقنا به مسلمين.